ابد ابد ما في شيء يا جماعه، قاعدين تسمعوا تكسير صح؟ انا موجود في العصفور اوتلت، تكسير الاسعار. اذا تحمست لا تلوموني، انا قلت لكم من البدايه تكسير تشوف الاعلان شغل سيارتك وتعال، لان العرض حتى نفاد الكميه، يعني الحق او ما تلحق. ابدا معاكم بطقم امريكي من شركه امريكيه ومصنع بامريكا، عن اي فخامه تتحدث؟ سابقا 14770 صار ب 3995، وحاليا 2995 ريال بس. شنو هذا يا جماعه؟ شايفين اللي قاعد اشوفه؟ طقم الخامه حقه جلد يجنن يا جماعه. طبعا الظهر حقه هذا متحرك، صدمني صدمني يا حبيبي، من 15290 ل 3995 ريال بس. موضوع خطير يا جماعه، شايفين الطقم هذا حق 7 اشخاص 3995 ريال، وهذا لون اخر منه. متخيلين؟ انا ما قلت 7000 ولا 6000 ولا 5000، 3995 ريال بس. العصفور اوتلت، تكسير الاسعار. ما راح اتكلم يا جماعه هذا الطقم كم كان، اقول لك اليوم فرصه شراء 4995 ريال بس. عينك على التفاصيل الجميله، شوف 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 كيف اللون، شوفوا كيف حركه الخشب، شوفوا كيف التنسيق الجميل، مره 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 اعجبني. وشوفوا السعر 5995 ريال بس. طبعا للوصول للموقع عندكم رقم اللي موجود على الشاشه حق الواتساب، 199 ريال. شنو يا جماعه ب 199؟ الكمدينه 199، الكمدينات اللي تشوفونها هذه على 199 ريال بس. وحده الادراج 199 بشكل اخر، سابقا ما راح اقول كم، حاليا 199 ريال بس. شايفين الفخامه يا جماعه؟ الصدمه هنا 199. ود الواحد يشتري كل شيء، شايفين هالمدخل؟ ما راح اقول لكم ب 1005 ولا 1000، فقط ب 199 ريال. الطاوله هذه 199 بس. مش مكمن يا جماعه، شايفين هذه حق المدخل 299 ريال، نفس الشيء 299 299. طبعا بكره الجمعه فاتحين من 3 العصر الى 8 المغرب، وباقي الايام فاتحين الصباح من الساعه 8 الى الساعه 11، والمساء من الساعه 3 الى الساعه 8 مساء. العصفور اوتلت، الحق او ما تلحق. طاوله معاها 4 كراسي حلوه اوتدور، جميله جدا وتستخدم اندور، تجنن. سعرها 499 ريال، سعر خرافي. تشكيله من كراسي الميني بار، شيء خرافي، يطلع وينزل، مره مريح وشكله انيق. عندكم هذا اللون وهذا اللون الازرق، وعندكم يا جماعه شيء خرافي، والسعر انا مصدوم ب 49 ريال بس. عندكم هذول حق التسريحة على 49 ريال، على 49 ريال، 49 ريال، والعرض حتى نفاذ الكمية. طاولة طعام معاها 4 كراسي، سعرها 797 ريال بس. يقولكم العرض الخطير على طول يطير، وفي الأوتلت هنا حق العصفور أقولكم يطير يطير بسرعة، فأقول فرصة شراء طاولة طعام معاها 4 كراسي 999. وعدكم هذا اللون نفس الشيء 999. شوفوا الفخامة يا جماعة، شوفوا الجودة، 999 ريال. شوفوا الخشب يا جماعة، شوفوا الكراسي، معقول يا جماعة؟ اي نعم معقول، 999. قلت لكم تكسير الأسعار هالمرة، طاولة الطعام معاها 6 كراسي 1995، هذه يا جماعة معاها كم؟ 8 كراسي. شوفوا الخشب، شوفوا الجودة، 1995 ريال بس. وقعت بغرامها، شوفوا فخامة الكراسي بس، شوفوا التفاصيل الحلوة اللي موجودة بالطاولة، ما هي بسبعة ولا بستة آلاف، 2975 ريال بس. طاولة التلفزيون هذه كانت 2950 وحاليا يا حبيبي 999. صج لما يقولكم الحياة فرص، نفس الشيء هذا 999. دولاب بابين ب 999، وهذا ثلاثة أبواب ب 1499. شايفين هذا يا جماعة؟ ستة أبواب، كم يا شباب؟ 2999 بس. لا وفي أدراج بعد بالأسفل، يعني شيء خرافي. الحق او ما تلحق 999، 999، الثلاثة ابواب 1499، وهذا الاربعة ابواب 1999 ريال بس. سرير نفر ونص، متوفر منه ثلاثة الوان، الجري والاخضر والبنك، يجنن يا جماعة، والسعر 999 ريال بس. طبعا المعرض مرة مرة ضخم، مرة عجبتني هالطاولة هذه يا جماعة، لا تفوتكم تراها كذا. غرفة نوم مع كمدينتين مع التسريحة، سابقا كم وحاليا بكم؟ هذه كانت تغطيتنا في العصفور اوتلت. طبعا موقعهم جاي بين صفوة وبين ام الساهك، بداية ام الساهك. للوصول للموقع عندكم رقم الجوال على الشاشة. العرض يا جماعة خرافي، لا يفوتكم.